كيف تسوي لبن في كندا؟ اذهب إلى البقالة واشتري بتر ميلك نسبة 3.25% Old Fashioned، ثم ابحث في قسم ألبان الزبادي عن لبن مكتوب عليه Balkan Style، ويفضل أن يكون ذو نسبة دسم عالية. ثم اذهب إلى بيتك وافتح الخلاط وأفرغ محتويات الزبادي في الخلاط، وتأكد من إفراغ جميع المحتويات تماما. بعد ذلك رجع علبة البتر ميلك، افتحها وأفرغ محتوياتها حتى يمتلئ الخلاط. بعد ذلك شغل الخلاط واخلط ثم أخلط ثم أخلط، وتأكد من انخلاطه، ثم اسكبه في جك وأفرغ بقية محتويات البتر ميلك، اخلطها مضبوطا وبالعافية، وكل عام وأنتم بخير.